اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج سفره سالي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفتين سهلين جدا، وقد ايه الطبخ بسيط وسهل، وحاجات على طول تحط في الفرن، مفيش اسهل من كده. فعشان ايه اللي بيبتدي في الطبخ ما يبقاش يعني قلقان ويبقى من اسهل الوصفات اللي يفكر يبتدي بيها. طيب هي بصراحه كل الوصفات تبقى سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، بس دي من اسهلهم، يعني اللي هو تبل ودخل على الفرن على طول ما فيهاش اي حاجه. هيكون معانا ان شاء الله كمان النهارده غاده خست 36 كيلو على 7 خطوات، وده انجاز كبير جدا جدا. وعندنا ان شاء الله كمان الدكتوره شيرين عامر، وهي طبيبه اسره، هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، هو شرب الميه والجفاف. ففي حاجات كتير الواحد ما بيبقاش واعي ليها او فاهمها كويس، فان شاء الله هنفهمها معاها، وهنتكلم في مواضيع تانية كتير. تمام. الكوسه انا عايزه بس اتكلم عليها الاول. الكوسه دي خلوها دايما 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 في رجيمكم. ليه؟ لان الكوسه تمام. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض. اهلا بيكم معانا من الفاصل، واحنا كنا واقفين عند حته الكوسه. هنتكلم دلوقتي عن الكوسه، لان الكوسه تعتبر مهمه جدا للدايت. ليه مهمه جدا؟ كلها الياف وميه، يعني عباره عن حاجه فوم كده وشاربه ميه كتير جدا، يعني بتملى المعده وما فيهاش سعرات خالص. يعني انسوا ان فيها سعرات، لان هضمها يعني بياخد سعرات اكتر من اللي هي بتديه. انتوا عارفين عشان الجسم يهضم بيحتاج كمية سعرات مش عادية، لانه بيعمل مجهود، بيبقى عدم كتير قوي 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 على المعدة علشان يبتدي بقى يشغل المعدة ويهضم وحركة وكله بقى. مش عايزة اقول لكم، عشان كده مثلا يتقال ايه، بلاش لما ناكل ان احنا مثلا نروح ناخد دش، لان لو خدنا الدش الدم بينزل على طول، بيبقى تحت الجلد، فاحنا محتاجينه للايه، للهضم. فما ينفعش ان احنا نروح ناخد دش بعد الاكل على طول. فالجسم بيستهلك كميه سعرات غير عاديه عشان يهضم، بيحتاج قاسوها تقريبيا، طبعا بتختلف من كل شخص للتاني حجما وسنا وكل حاجه، ولكن في حدود 250 سعر في الوجبه الواحده عشان الجسم يعرف يهضمها. فتخيلوا انتوا بقى لما تحطوا له بقى شويه حاجات فوم، يعني ده كده فوم، ميه وايه وشويه حاجات ماسكه الميه دي، بس ما فيهاش سعرات خالص خالص، يعني انسوا سعراتها لا تذكر. فانتوا مليتوا المعده حلو قوي بحاجه ما فيهاش سعرات، في نفس الوقت فايدتها حلوه جدا، بس ومعاها شويه حاجات. فاحنا ايه، نحسب في الحاجات دي كلها نقطة الزيت اللي هيتحطوا وشوية الجبنة بس، فوجبة تحفة. طيب هقول لكم على المقادير. طبعا احنا ممكن بالكوسة نعمل حاجات كتير، ممكن نعمل منها بقى شوربة كوسة بتبقى لذيذة جدا، ممكن نعمل منها محشي كوسة بيتعمل بالعصاق بيبقى لذيذ، يتحط عليه الزبادي كده من فوق بيبقى خطير، كذا حاجة. عندنا بقى 3 كوسات وسط متقطعين شرايح بالقشرة، عندنا بشر ليمونة، زعتر طازة، ربع كوباية زيت او اقل، يعني حسب، يعني انتوا مش يعني ربع ده، بس احنا عشان تغليفة فاحنا مش لازم الربع كله. وعندنا شطة حسب الرغبة بترفع الحرق، وملح وفلفل اسود. تمام. كوباية جبنة للوجه، اللي مش عايز او عنده مشكلة من الجبنة او حاسس لا انا عايز اقلل في السعرات ما نحطش الجبنة. تمام. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنقلب ده ونحطه في بايركس، دخله الفرن. فكرة الوصفة مش في طريقتها على قد ما هي في الكوسة، عشان نفهم قد ايه الكوسة دي بسيطة سهلة في عمايلها جدا، وفي نفس الوقت هايلة للدايت. من الحاجات اللي بنصح بيها جدا الكوسة والخيار. الخيار كسلطة والكوسة في وصفات. خيار ما فيهاش سعرات، والكوسة ما فيهاش سعرات.
بالعكس، ده انتوا لو لاحظتوا لما الواحد بياكل الخيار والكوسه وبالذات الخيار الواحد بيهبط كده، حسها هبط كده من الايه، من عشان الجسم يعني ما خدش طاقه اصلا، هو يعني كل اللي اخده انه يتعب في الهضم وخلاص. تمام، هنبتدي بقى نعمل ايه، احنا مجرد ان احنا نغلف الكوسة. هنحط الاول يعني معلقة معلقتين زيت، نحط فيهم بشر الليمون، بتديها كده انتعاشة كده حلوة. هنحط الزعتر من افيد الحاجات، الشطة علشان ايه برضو ترفع معانا الحرق، حلو جدا. نحط بقى الملح والفلفل، دايما الملح يكون مدعم باليود عشان يفيد الغدة الدرقية بتاعتنا. هدهن بس هنا النقطة من الزيت برضو في أرضية الايه، البايركس اللي انا هستخدمه. تمام، نقلب بقى كده كله وناخد الكوسة ونقلبه فيه. على فكرة انا عايزة اشكركم جدا جدا على تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتشجعني قوي 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 لما بنزل اي وصفات او بعمل اي وصفات، بجد بتجربوها واللي بيجربها بيقول لي بعد كده رأيه، سواء بقى على في اي يعني على السوشيال ميديا عامة، ببقى سعيدة جدا بجد. لان انا بيهمني جدا اولا انكم تاكلوا حاجات صحية ويبقى في وعي ثقافي من زمان، خصوصا انتوا عارفين الشوفان يعني زمان اول ما ابتديت، اول ما ابتديت على الشاشة بجد كان تقريبا من حوالي 10 سنين، ما كانش في حاجة اسمها شوفان، مش مفهوم قوي يعني. الشوفان ده كان بيستخدم مثلا بكتير قوي لو كان مفهوم سيريالز مثلا الصبح، والناس ما كانتش بتحبه قوي كمان. فعشان الواحد يدخل مفهوم الشوفان واستخدامه وفايدته، مكان القمح ودقيق القمح والدقيق الابيض والكلام ده كله بوصفات وتعجب الناس، اخذت مجهود رهيب رهيب السنين اللي فاتت. فانا سعيده جدا 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 ان دلوقتي الحمد لله بقى المفهوم، مفهوم الشوفان بقى يعني خلاص تقريبا كل الناس بقت فاهمه قد ايه الشوفان ده مفيد، قد ايه نستخدمه مكان الدقيق احسن، قد ايه بيعملوا وصفات بالشوفان. فبجد بجد سعيده جدا جدا لما بشوف النتيجه دي، وما شاء الله ناس كتير ابتدت تهتم بالموضوع ده على اليوتيوب كمان، وابتدت تعمل وصفات كتيره وابتدت تسبق كمان بوصفات حلوه جدا جدا بشكل يعني بيفكروا لقدام دايما، طب ايه اللي ممكن نحطه مكان الدقيق، او يعني مواصفات مثلا او حاجات عالميه ازاي نستبدل الدقيق بالشوفان، ويجربوا ويعملوا، مجتهدين جدا وينزلوا حاجات حلوه جدا جدا. فانا سعيده قوي 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 لما بشوف ان الموضوع بيتطور وينمو، والناس يبقى عندها ثقافه اكتر وتبتدي انها تطبق ده في حياتها، وناس تعمل منها شغل وناس تعمل منها وصفات وفيديوهات يعني بجد بحس فعلا ان فعلا في تاثير حصل. فالحمد لله دي حاجه كبيره قوي 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 حقيقي. يعني زمان لما كنت اعمل وصفه بالشوفان الناس كانت برضو ايه برضو تستغرب شويه، يعني وصفه بالشوفان، طب ما طعمها هيبقى مش حلو، طب ما ازاي احط مكان الدقيق شوفان، ده مش حاجه يعني طعمها حلو خالص. فاخدت سنين سنين لغايه ما الفكر الحمد لله اترسخ اكتر، ولسه لسه في ناس طبعا برضو الشوفان بالنسبه لها غريب، ولكن العدد كبر الحمد لله قوي قوي قوي. هندخل ده بقى الفرن الاول، ومش هنحط الجبنه دلوقتي، الجبنه هتخش بعدين. تمام، هقول لكم بقى على الوصفه الثانيه، وهي عندنا دبابيس الدجاج بالعسل وصويا صوص، سهله جدا برضو هتخش الفرن على طول. عندنا كيلو دبابيس دجاج،
ربع كوباية عسل أبيض، ربع كوباية صويا صوص فاتح، معلقتين كبار باربيكيو صوص، معلقة كبيرة مستردة، معلقة كبيرة خل، معلقة صغيرة بصل بودرة، ومعلقة صغيرة توم بودرة، ومعلقة صغيرة جنزبيل بودرة، ورشة شطة وملح. وللتقديم بقى لو عاملين 7 خطوات هناخد سلطة معاها لو او خضار، ولو عاملين يعني عايزين للبيت يعني مع الولاد وكده رز ابيض. طيب هنعمل ايه؟ هنخلط برضو كل المقادير اللي معانا، غير بس الغلاف ده. ونبتدي نخلط بقى كل المقادير مع بعض عشان ايه هنغلف بيها الدبابيس. اطفال بتعشق حاجه اسمها دبابيس، يقعدوا كده يقعدوا كده قدامهم يقعدوا يقرقضوا في الدبابيس عسل. هنحط كل التوابل والملح والفلفل. وهنحط دلوقتي لحظة، هنجيب هنحط حطينا الخل، هنحط المستردة بس ما نكترش المستردة قوي عشان الخل المستردة فيه خل. تمام. هنحط بعد كده بقى الصويا صوص ونقلب. والباربيكيو صوص، على فكرة المستردة برضو اثبتوا علميا انها من الحاجات اللي بترفع الحرق، ما فيهاش سعرات خالص، المستردة ما فيهاش سعرات وبترفع الحرق، دي اثبتوها علميا، تخيلوا بقى. طبعا الباربيكيو صوص فيه شوية سكر، فيعني على الكمية ديت تمام، بالذات لو للأطفال. والعسل الابيض عشان يزود معانا تذكيره من غير ما نحتاج باربيكيو صوص كتير. تمام. نحط بقى كل الدبابيس هنا، ننزلهم ايه احسن عشان ما ننزلش اي ايه سوائل. ونجيب الصينيه ونكون مسخنين الفرن على 200. تمام حلو قوي. نبتدي بقى نقلب كله. طبعا يفضل ده يتنقع بقى كده يعني بتاع نص ساعة. هندخله الفرن وبعدين نعمل ايه؟ كل كده 10 دقايق نروح دهنينه ببقية الصوص اللي متبقي معانا عشان يدينا اللمعة الحلوة، وتفضل اللمعة لازقة عليه تبقى طبقة. تمام. هنرصهم بقى بالشكل ده على صينية، وزي ما قلت كل 5 دقايق 10 دقايق كده نروح دهنين بقية الصوص اللي معانا ده عليه. يعمل زي حاجة اسمها جليز كده على الوش، العسل بيكرمل بيبقى طعمه حلو جدا. تمام جدا. هناخده ده بقى ونحطه في الفرن برضو. شايفين الكوسة؟ تقريبا هي الكوسة ما بتاخدش وقت طويل على فكرة في السوى، وعلى نار عالية قوي عشان تنزلش مية. نبتدي بقى ان احنا نحط عليها الجبن.
اللي هو قبل التقديم على طول. بس 3 دقايق ونطلع. تعالوا اوريكم بقى الشكل النهائي. ده الشكل النهائي للكوسه بعد ما الجبنه بتسيح فوقيها، وده شكل الدبابيس عند التقديم. من الوصفات السهله والبسيطه، بالذات الدبابيس للاطفال بتعجبهم جدا. بتمنى اكون فدتكم بالوصفات دي. هنروح بقى الفاصل ونرجع يكون معايا ضيوفي ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل، واحنا معانا بقى دلوقتي غاده، وهي خست 36 ل 37 كيلو على 7 خطوات. منوراني. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي واهلا بكل اهل البحيره، عشان هي جايه لي من البحيره. الله يعزك يا حبيبتي. مبسوطه خالص ان انا معاكي النهارده. انا كمان جدا جدا، ما شاء الله عليكي، يعني شكلك فعلا صغنون جدا جدا. الحمد لله. انت احكي بقى، يعني احكي لنا، يعني ما شاء الله ام وعندك ولاد. عندي 4 اطفال. عندي 4 اطفال ما شاء الله، وطبعا كل حامل ولاده فيهم زياده كتير. وانا شفت صورتك وانت مليانه، انا مش مصدقه بجد فعلا. طبعا شالوا من عليا واحده تانيه. يعني بني ادم تاني فعلا اتشال منك. فعلا. احكي لي بقى القصه من اولها. انت قلتي لي انت وانت صغيره اختك بقى والقصص دي. لا، هو انا كان يعني عمري كده 22 سنه كنت مع اختي عند الدكتوره، يعني دكتوره تغذيه. فلو سمحتي دكتور اطلع على الميزانيه. شوف يعني الصوره، معلش شوف الصوره كده. لا باينه جدا طبعا. ما فرق شاسع يعني. فرق واضح. فطلبت من الدكتوره ان انا اتوزن يعني. فطلعت على الميزانه كنت 105. 105. فالدكتوره كانت مبراني اكبر من اختي. تمام. يعني ان انا كبيره. اختي فرق ما بيني وما بينها 15 سنه. فعارفه بقى ان دي كانت الصدمه. انت اتصدمتي، يعني انت ازاي 22 سنه ويتقال عليكي ان اكبر من اختك. فكانت الوقفه بقى دي البدايه. بدات بقى ايه يعني، لا انت بتعملي في نفسك كده ليه؟ وانت عندك 22 سنه كنت مخلفه؟ ايوه كنت مخلفه. كنت مخلفه كام؟ كان معايا 2. كان معاكي 2. وبعدين بدات بقى ان انا اروح لدكتور دايت يعني وكده. فالدكتور كان اهم حاجه عنده ان هو العلاج. خدي العلاج خدي العلاج. فانا ما بحبش التزم بعلاج، فزهقت فسبته. فبدات ان انا اغير يعني. رحت لدكتوره تانية، اول حاجه قالتها لي لا بلاش ادويه، اهم حاجه الاراده، اهم حاجه يبقى عندك عزيمه ان انت من جواكي عايزه تخسي. صح، ده كلام صح. فكلامها ربنا يكرمها يا رب. كانت البدايه بقى طبعا موضوع الورقه ده مش بحبه خالص. ان انا التزم بورقه وان انا التزم بنظام وكده، لا مش بحب كده خالص يعني. فجبت بقى ميزان في البيت واشتغلت بقى، ابتديت يعني توكلت على الله. بدات اقرا اشوف ايه الحاجات اللي سعراتها قليله وابدا ان انا اخدها يعني. بقيت ثابته كل يوم لازم الزبادي بالليمون قبل النوم. طب احكي لي انت عرفتي عن 7 خطوات ازاي؟ قريت عنهم، اتفرجت عليهم. انت قريتي مش اتفرجتي على الحلقه الاول؟ لا قريت. تمام. بدات ان انا اقرا بقى وان انا يعني. طب اتفرجتي على الحلقه بعد كده؟ اتفرجت كتير. بقى ده يعني يهمني جدا. مش القرايه بس، كمان الفرجه، لان يعني بتفرق قوي. لا وفي وصفات كتيره، وصفات كتيره جدا جربتها يعني في اكلات متنوعه، بحيث ان انا انوع عشان ما ازهقش. يعني الدايت دايما عايز تنوع يعني. والموضوع بسيط جدا والله، مش معضل يعني. وكمان في حته استوقفتني كده، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طب نكمل الايه، انه لا يحب المسرفين. يعني سبحان الله، اللي عمال ياكل 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 ياكل، ده انت ربنا ما بيحبش فيك الخصله دي. طب ليه كده؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ طيب حته تانية برضو شفتها برضو، سبحان الله، طعم الاكل مهما كان جماله مهما كان حلاوته، هو منين لمنين؟ من هنا لهنا. خلاص بعد كده خلاص مش بتحس باي طعم. صح. مهما اكلتي مليت بس وعاء، وممكن زي ما قلت قبل كده نملاه قد كده. بالزبط. كميه اكل رهيبه، واحنا بس ما حسيناش غير في اللقطه دي بتاعت ايوه هي اللقطه دي.
فقلت سبحان الله اللي يخليني ادخلها حاجه تبقى قد كده، طب ما انا ادخلها واستفاد وابقى ايوه شبعانه برضو في نفس الوقت وما احرمش نفسي يعني، سبحان الله. فبشيت بقى على الايه، على الطريقه دي، والحمد لله كنت في الاول جسمي عاندني جدا جدا يعني، ما كانش، كنت ساعات بروح في يعني في الاسبوع الاقي 100 جرام، ساعات ربع كيلو، ساعات نص كيلو، لحد ما عديت بقى نزلت للـ80، بدات الحمد لله اجيب كل اسبوع نص كيلو، كيلو الا ربع، نص كيلو، كيلو الا ربع، بس هو ده لحد صح على فكرة. الجسم فعلا ما يقدرش ينزل كل يوم كيلو، دي ده مية وعضلات وحاجات تانية مش دهون. ده على مدار الاسبوع مش كل يوم. فعلا الجسم يعرف ينزل في الأسبوع كله صافي دهون أقصى حاجة كيلو واحد، أقصى حاجة لو عملنا إيه هو أقصى حاجة كيلو دهون. فعلا الحمد لله، والله الحمد لله، الحمد لله شكلي فرق خالص، لبسي فرق جدا. إيه يعني يكفي ان دلوقتي اللي يشوفني مثلا يقول لي ده انت لسه ثانويه عامه، انت مش باين عليك انت متجوزه اساسا، اه فعلا ما عارفه شاء الله، الاحساس ده. حقيقي ده حقيقي فعلا. فالحمد لله، الحمد لله والله. فانا فعلا النهارده جايه اقول يعني لكل واحده مليانه ونفسها تخس وما عندهاش الاراده، او بتقول طب انا ممكن هرجع تاني، انا ممكن الموضوع فاشل، وبسمع الكلام ده كتير يعني. فلا الموضوع سهل جدا والله وبسيط جدا يعني، وتوكلي على الله وان شاء الله ربنا هيوفقك يعني. وانتي بتقولي مع تلاميذك بتعملي ايه بقى؟ إيه البنات بيحبوني الحمد لله، الحمد الحمد لله لله المحبه دي من ربنا سبحانه الحمد وتعالى. لله. إيه بياخدوا مني نصايح، إيه في منهم طالبات كتير بداوا معايا وجابوا نتيجه كبيره جدا. بجد اه يعني انتي والله، اثرتي على طلبات انهم ايوه يخسوا ايوه 7 خطوات. ايوه فعلا. هما سنهم كام؟ فما شاء الله إيه كليات يعني، معظمهم متخرجين السنه دي، ما شاء الله معظمهم متخرجين السنه دي. ربنا وفي يحميهم يا رب. اروى ما شاء الله، دي كانت بتروح معايا للدكتوره، ولما وقفت يعني فضلت برضو يعني اجيب السكر الدايت ليا وليها، عارفه في مشاركه كده ما بيني وما بينها، ما شاء الله نزلت خالص يعني، كانت نزلت ل 59 ما تقريبا، شاء الله من وقت يعني كانت داخله على الـ80. انتي بتحفظيهم القرآن صح؟ الحمد ما لله شاء الله الحمد عليكي لله، بجد حاجة ربنا يعزك جميلة. يا رب، قولي ربنا لي بقى يعزك. شرايح الخبز كنتي بتعمليها. عملتها في البيت، جربتها كذا مره، بس انت عارفه هي مشكلتي كلها ان وقفه المطبخ، ان انا ما عنديش وقت، اه دي مشكلتي ان انا بين طلابي ودروسي وشغلي، وان انا بدرس، انا في معهد قراءات بكمل دراسه، فما فيش وقت للمطبخ. فكنت بستسهل ان انا ايه اشتري الشرائح يعني، فلسه بقى عاملاها هي كانت قريب. عندك في البحيرة بتتباع ولا كنت بتطلبيها لا اونلاين؟ بتتباع عندنا، اوكي بتتباع. حلو، يعني ناس بيعملوها، والشوفان، الشوفان ده ناس بيعملوها بالبيت وبيبيعوها لا صح؟ مغلفة، اه المعايلة بتاعتي انا كانت مغلفة. بتوصل، ما خدتش بالي والله لا يمكن. عندنا في البحيرة، والشوفان بتاعك برضو بجد عندنا. والله مش عارفة الشوفان الموضوع. بقى اكتر في يعني، اكتر ايام كنت بفطر شوفان بتمر بمعلقة عسل عارفه ايه ابيض. اللي بيخلي بفكر ليه ممكن يكون في فعلا محلات كتير بتبقى عايزه تاخد المنتج لا انا تحطها عندها جبت منه، جبت في محافظات كتير فعلا، اتقال وجبت لي احنا شوفان، محتاجين وتواصلوا مع الصفحه واخدوا المنتجات عندهم في المحلات. بس هو فعلا عمايله في البيت اوفر بكتير. ده طبعا انا بنصح دايما دايما دي دايما حقيقة. ارجوكم تعملوا دايما الحاجه بنفسكم في البيت. قصه الشراء دي لازم بتكون اغلى ليه؟ لان بتبقى اغلى عن الحقيقي، ده حقيقه. ليه؟ علشان بتمر على 10,000 حاجه، صح بتمر على اول علبه فعلا، بتتحط فيها، التصنيع نفسه مكان وكل ده شغال بيضيف وتعبئه وقصه، عليها، بعد بيضيف كده بقى تكلفة. بتروح من مكان لمكان نقل، وبعد كده مش عارفه كل مكان ياخد نسبه قد ايه، وكل مش عارفه ايه وايه ايه ايه، كمية حاجات تحط عليها رهيبة ملهاش دعوة بمكسب خالص في الآخر. على ما توصل بقى للشخص اللي بيشتري، لا بيكون دافع الحاجات دي معاها. فالأفضل دايما تعملوا حاجاتكم بنفسك. ولكن ليه ببيعها؟ علشان الناس اللي مثلا ما عندهاش حل تاني، بتشتغل مش فاضية، ما بتعرفش تعمل خالص، وملهاش أو ملهاش نفس أو الكلام ده كله، يبقى إيه ملكوش حجة، يبقى ساعتها في بقى الجاهز بس. لا هو اللي في البيت فرق فعلا، فرق. وعندي واحدة صاحبتي يعني فوق 108، عارفة اللي هي برضو مشغولة، فكلت العيش عندي من يومين كده، قالت لي ايه تصدقي فعلا انا شبعت يعني، فعلا انا حاسة انا بامتلاء في معدتي يعني. فراحت والله لسه مكلماني النهارده الصبح، قالت لي انا عملت العيش امبارح طب فطرت حلو منه النهارده، حلو ودي جدا اول خطوه بقى، وان شاء الله هستمر يعني. حلو فقلت جدا لها يا رب جدا. يا رب والله يعني نفسي، لان الموضوع بيفرق كتير، بيفرق في الشكل، بيفرق في السن، بيفرق في لبسك، بيفرق في نفسيتك، كفايه ان النفسيه ذات نفسها بتفرق. فدي حاجه جميله بصراحه والله، والموضوع برضو سهل، طيب الموضوع مش والزبادي صعب بالليمون قبل بالليل النوم.
بيبقى حلو جدا، مش شبعني. لو مثلا انا مش متغذيه كويس يعني، ممكن اخد معاه ايه، تفاحه، رمان بحبه جدا، إيه باكل رمان كتير. حبيبتي انتي نورتيني، ربنا يخليكي واشكرك يا على حبيبتي. وجودك، وكنت عايزه اقول لك ان يعني ان كفايه انك جيتي من البحيره، يعني ربنا دي يخليك حاجه يا حبيبتي يا رب، يعني كبيره قوي قوي قوي. ربنا يعزك يا رب. وانا سعيده قوي ان انتي كمان بتتواصلي مع اللي حواليكي بحب انصح وبتساعديهم. بصراحة يعني، بحس ان النصيحة ديت يعني هاخد على حسنات، يكفي دي طبعا لوحدها يعني، طبعا ان انتي فالحمد استفدتي لله. وتفيدي غيرك وافيد وكده. غيري يعني، معلومة ما نكتمهاش، بالظبط. الحمد لله. قوليلي انتي نفسك تقولي اي حاجة للمشاهدين. نفسي اقول لهم ان فعلا الموضوع والله سهل جدا، وهو عايز البداية، عارفة؟ بس هو يعني البداية، هتحطي رجلك على اول درجة، هتبصي تلاقي ربنا بييسرها لك وبيسهلها لك ان انت تطلعي، وان انت توصلي للوزن اللي انت عايزاه واكتر. يعني انا كان كل احلامي ان انا اوصل لل80، على فكره كان كل احلامي ان انا اوصل، انت عارفه لما دلوقتي بقى وصلت وصلتي لل80، لكام؟ دلوقتي 69. ما شاء الله. لما وصلت لل80 حبيت الموضوع اكتر، عارفه؟ يعني انا شبهته برضو بحفظ القران. لما حفظت القران كان نفسي احفظ البقره وآل عمران بس، وبعد كده لقيت ان الموضوع اجمل اجمل، بتدخلي نفس الكلام. ما شاء الله. لما وصلت انت حافظه لل80 قد ايه دلوقتي الحمد القرآن؟ لله ختم القران، ما شاء الله معايا حافظه القراءات كله؟ السبع والقراءات العشر، الحمد ما لله شاء الله. ده الحمد بجد لله بالنسبة لي إعجاز، إعجاز إن الحمد حد لله ممكن يحفظ الحمد لله. الله يعزك يا كتاب رب. بحاله، ما شاء الله، يعني الحمد بجد لله ما شاء الحمد لله الله. الحمد لله. ده إعجاز مش بس إن القرآن نفسه، لا إعجاز ما شاء الله في القدرة، ده إعجاز الحمد بجد لله الحمد لله. توفيق من الله والله والله والله، فعلا. يعني لولا توفيق الله عز وجل الواحد ما كان وصل للي هو وصل له ده. ما بس شاء الله. بجد هو ان انت تطلبي من ربنا، يا رب وفقني، يا رب نفسي، يا رب نفسي، فبتلاقي سبحانك يا رب ربنا بيوفق لك الوقت، وبيوسع لك بيبارك لك في ولادك، بيبارك لك في بيتك، بيبارك لك في زوجك، بيبارك لك في وقتك، يخليك تقدري. يعني انا اكتر ايام اقول ايه، انا عايزه 3 ايام على يومي عشان اعمل فيه اللي انا عايزاه طب احكي المطلوب. لي انت، هل انت بتصحي بدري؟ عايزه معلش اسال بقى في النقطه دي، انت انا بتصحي بدري؟ عندي من الصبح لحد الساعه 2 كده مقرأة في البيت، الطلاب بيجوا لي يعني من 9 ل 2، بعد كده بشوف بقى بيتي. امي ربنا يكرمها، ربنا يكرمها يا رب، امي يعني لها فضل كبير جدا جدا في حياتي. ربنا شايله يخليها لك. اولادي يعني، شايل قاعده معايا يعني، تقريبا ما قاعده طبعا معايا. 4 كتير، مش اي حد يقدر والله يعني الحمد لله الحمد لله، مشاركاني في حياتي كده لحد النهارده، ويا رب يا رب يديمها في حياتي نعمه يعني، ويديها الصحه وطول العمر يا رب. بخلص الساعه 2، انزل بقى ايه في اللي بيتي يعني، هو انا فوق بيتي تحت، انزل بقى مع اولادي وكده لحد المغرب مثلا، غدا بقى اشوفهم عاملين ايه، عايزين ايه، بس بتنامي على كام؟ بنام. لا اكتر الايام اللي بصحى فيه بدري بنام بدري. حلو جدا. هو بنام ده بدري. عشان كده ظبط معاكي الحرق الحمد لله وبيديكي بركة في اليوم الحمد كمان. لله الحمد لله. الحمد لله يا رب، حبيبتي الحمد لله. نورتيني ربنا بجد، يعزك كمان، بشكرك وبالتوفيق يا رب، وتفيدي غيرك دايما ان شاء الله ربنا وفي يخليك ميزان يا رب. هما كلهم حسناتك. بيتفرجوا عليا دلوقتي وقالوا لي ان احنا هنسمع كلامك، ان شاء وقولي له الله. وقولي لسالي ان احنا بنسمع كلامك. ايوه ان شاء الله يا فانا حبيبتي بقول لك وببلغك نورتيني. الرسالة، حبيبتي ربنا يعزك يا سلامي حبيبتي. لكل الناس اللي بيتابعونا بجد، يعني بجد انا ببقى سعيده جدا لما حد بشوفه كده حياته اتغيرت للاحسن. ان شاء الله كلكم الحمد حياتكم لله، تتغير للاحسن ان شاء ربنا الله. يخليك يا حبيبتي، حبيبتي نورتيني. ربنا يكرمك. هنروح بقى لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بكم معانا من الفاصل، ونرحب بالدكتوره شيرين عامر، طبيبه اسره، استشاري الامراض المهنيه والبيئيه والسلوكيه وطب الاسره. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا ستي، اهلا بيكي. منوراني. انا مبسوطه اني معاكي. انا كمان جدا. الحقيقه احنا النهارده عايزين نتكلم على موضوع مهم، وهو الجفاف وشرب الميه. نفهم بقى يعني ايه شرب ميه، يعني ايه نوصل لجفاف، نقسمها بالفئات العمريه، نلاحظ ايه السيمتمز اللي بنشوفها على البيبي مثلا، او على المراحل العمريه نخلي بالنا منها. اتفضلي. بصي، هي الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه ده على قد ما هو حاجه بسيطه جدا، على قد ما انه تاثيره في منتهى الخطوره، بيصل لمراحل في مشاكل صحيه عاليه جدا. شرب الميه
انت عندك جسمك اصلا طبيعي 60% منه ميه، فبالتالي هو ليه نسبه لازم ياخدها يوميا. لو ما اخدهاش يوميا هيبدا الوظائف الحيويه بتاعه الاعضاء والاجهزه في الجسم يحصل فيها خلل شويه بشويه. طيب. مش هتحسي الكلام ده فجاه، لكن هتحسي طول ما مدى انه الهابتس بتاعتك او العادات بتاعتك في شرب الميه انها مش موجوده، في مرحله من المراحل هتفاجئي بيه بداية وجود الأعراض بقى اللي هي الجفاف بكل يعني التداعيات بتاعتها أو التدهورات بتاعتها أو أيا كان. المشكلة في أنه أنك تتعودي أنه إزاي أن احنا نعرف محتاجين قد إيه كل بالذات عند الطفل، يعني الرضيع، الرضيع ما نبقاش عارفين نديله مية ولا لأ، لبن كفاية؟ طب نعرف إزاي هو عطشان ولا لأ؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، الفتره بتاعه الاطفال في اول 6 شهور والمدارس اللي هي المدارس دي مختلفه بالنسبه للجمعيات العالميه للاطفال والحديثي الولاده، ان في اول 4 شهور بيبقى هي بس الرضاعه الطبيعيه اللبن، ويبدا بعد كده يدخل الاكل، والاكل بيتم ان احنا يعني بنفضل الاكل اللي بيحتوي على مكونات مائيه اكتر، وطبعا الست اللي عارفين في الحته دي بالنسبه للمشاهدين يعني زي الكوسه مثلا بالظبط. في بقى المرحله اللي هو ل6 شهور ويبداوا يدوا الاكل، الفتره دي بتاعه 4 شهور او ل6 شهور بيبقى المتعارف عليه ان الطفل طالما ما بيزمزقش وما بيقريفش وما عندوش اي اعراض مرضيه هو كده شبعان. فهو العلامات بتاعته ان هو شبعان ومرتوي، لانك مش هتقدري تدخلي له ميه في الفتره دي طالما ما بداتيلوش الاكل، ان هو ما بيزمزقش ما بيقريفش ما بيتعبش. يعني مش المفروض يخش له ميه قبل 6 شهور او قبل 4 شهور؟ ما انا بقول لحضرتك احنا كل سنه في تعديل في الجمعيات الدوليه لطب الاطفال. طب احيانا بتبقى اول 4 تعديلات دي البيبي ذنبه. هي الفكره بالنسبه لنا حاجه ان احنا ما يظهرش علينا علامات فيها مشكله للطفل. يعني انت الطفل لما يبدا يبقى انت ماكلاه او راضع كويس قوي او شارب اللبن بتاعه حتى لو كان لبن طبيعي، وبعدين تبصي تلاقي انه بقى مش طبيعي، ما بينامش، بيقرف على طول، مش في حيويته، دي مرحله من المراحل انه ممكن يكون هو ناقص شرب، ناقص رضاعه. لو الطفل بدا انه يحصل له اسهال مثلا وما بيتعوضش ليه برضه بالرضاعه في الفتره الاولانيه، دي مراحل، ساعتها بيبدا يحصل الجفاف، بيبدا يحصل يعني مايلد اللي هي المرحله البسيطه، المرحله المتوسطه، الى ان تصل للمرحله اللي هي السيفير اللي هي المرحله العاليه. المرحله الاولانيه زي ما انا اقول لحضرتك هو ما بينامش ومقريف، لكن كل بقيه وظائفه كويسه، يعني بيتحرك، بيصحى يلعب شويه بس بيقريف اكتر. بتيجي على المرحله المتوسطه، لا، ضربات القلب بتبدا تزيد، بتبصي تلاقي انه مش بيشبع، بتبداي تشوفي انه كل ما بيبطل رضاعه، يعني مامته تخلص الرضعه بتاعته لا عايز، ده بيبقى مصاحب ليه انه هو بدا يحصل له حراره، وده بيحصل نتيجه انه ممكن يكون حصل له اسهال او عدد مرات اخراج البراز عنده بقت عاليه اعلى من ان الام عارفه الليمت بتاعها الصحي. الى ان تصل المرحله انك بتفاجئي ان الطفل بدات عينيه تغطس، بيتقال عليها سانكن ايز، والجلد بتاعه بتيجي تلمسيه كده بتلاقيه انه ما بيرجعش بسهوله. بيعمل لك علامه كده. وعلى فكره علامه الجلد دي مع جميع الاعمار، لكن هي مع الطفل واضحه جدا. ليه؟ ومن العلامات الاساسيه لان هو حجمه صغير، السيرفيس اريا بتاع الجلد سهل ان انت تطلعي منه الفايندنجز بتاعته وتبان عليه العلامات لما يكون فيه نقص السوائل. ده للاسف بيبقى لازم يدخل المستشفى فورا. مرحلتين الاولانيتين بتقدري انك تديله محلول معالجه الجفاف مع زياده الرضاعه. فهي من البدايه الام لو اخذتها كونسبت هتبصي تلاقي جه يدخل للمدرسه، فتره المدرسه والتدريبات مش هيبدا يحس بقى بالمشاكل بتاعه لا انا مش عايز اشرب الميه. احنا عندنا في مصر هنا الثقافه بتاعه لما اعطش اشرب. خليتيني والله عايز اشرب ميه. عطشانه جدا فجاه مش قادره. كملي. ما عندناش الثقافه بتاعه الازازه تبقى موجوده معانا ونشرب. طيب ابنك ده بقى مش بيذاكر، مش بيروح تدريبات، بينزل المدرسه الصبح بغض النظر عن مرحله الكورونا اللي احنا فيها، تمام؟ ولو ان مرحله الكورونا دي في شرب الميه ليها موضوع تاني مهم جدا، لان من اهم الحاجات اللي بنعملها للوقايه علشان الكورونا ان لازم نسبه معدل شرب السوائل يبقى عالي، لانه هو بيستغل الجسم اللي عنده جفاف او نقص سوائل. فخليها دي بقى كده على جنب. مرحله ان هو داخل طب يلحق ويجيب ميه. المرحله بتاعه المدرسه والتينيجر بتبداي تلاحظي انه الولاد لو مش متعودين على ده بتيجي الام تشتكي من انه مثلا ابنها عنده صداع، همدان، ما بيلعبش كالعاده، التمرين ما بيعرفش يكمله. بنبدا نفكر في امراض مع ان انت الف ب تفكري فيها
وشرب ميه ولا لا. بعدين شرب الميه مش انه النهارده شرب ميه ولا لا، هو احنا بنشرب ميه قد ايه كل يوم على مدى الايام؟ يعني انت ما تقوليليش احنا متعودين ما بنشربش غير لما بنعطش، وبعدين هو بدا يجي له همدان فانت تقولي النهارده نشرب شرب لتر. لا، هي تراكم، الخلايا بتقعد تصبر علينا تصبر علينا، ربنا سبحانه وتعالى خالقها انها تتحمل 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 لغايه ما توصل لمرحله وتقوم تديكي العلامه اللي هو لا كفايه بقى، اللي هو صداع، صداع، ضغط واطي، جلده يبدا يبقى ناشف، عارفه بتطلع فيه العلامات البيضاء لما تيجي يعني حتى بتبان عليها او تشققات، شفايف تبقى كده بيضاء. الشفايف برافو عليكي انها تبقى كده، او بينام كتير مش قادر يقوم. ده مش متعارف عليه مع طفل في المرحله بتاعت مثلا 8 9 10 سنين لغايه 13 14 سنه اللي هي مرحله حيويه عاليه، يعني لسه ما دخلناش في مرحله البلوغ نوعا ما اللي هي نقدر نقول في متغيرات هرمونيه بتتعب. فعلامات سهل جدا انك بدل ما تدوخي على الدكاتره، لان اول حاجه الواحد بيقول على طول صداع، يبقى عنده مشكله نظر. بالظبط، عنده مشكله نظر. بصي مش هستبعد دي طبعا، احنا بيبقى في عندنا النظر وممكن مشكله انف واذن وحنجره وممكن الموضوع اكتر، بس واتس كومن از كومن، يعني نبدا بالبدايه. هو بيشرب وبياكل كويس؟ دايما اللي بيشرب وبياكل كويس ده صعب ان انت تلاقي تاثر مرضي على جسمه نتيجه الاكل والشرب، ساعتها هتلاقيه ده مرض، يعني المشكلة هتلاقي ان فيه حاجه. الاطفال دايما صعب تتحكمي فيها، يعني بمعنى صعب تفرضي عليهم انهم ياكلوا صح او صعب انهم يشربوا صح، تلاقيهم على طول يجروا على العصاير، على المشروبات الغازية، وعلى الحاجات المقرمشات المليانة ملح والحاجات دي. فده عشق، يعني عشق ده ترند. المقرمشات، ايوه البطاطس اللي عليها مش عايزة اقول اسامي، بس دي كلها يعني بتعمل ملح عالي جدا في الجسم، مع المشروبات اللي هي فيها فيز، صح، الصودا، دي كلها برضو بتعلي الاملاح في الجسم. هقول لحضرتك حاجه، بلاش نقول ان هو شرب الميه فقط علشان الناس بس ما تزهقش والاطفال ما تزهقش، خليلي مجمل السوائل اللي بياخدها الطفل في اليوم. يعني لما نيجي نقول مثلا على حسب وزنه وحسب سنه، ودي ليها بيبقى ليها حسابات صحيح ما بتبقاش الدقيقه 100%، بس يعني بقى المتعارف عليه مثلا دوليا يقول لك الرول بتاعت 8 باي 8، يعني 8 في 8، 8 كوبايات في اليوم مثلا، ده لو وزن من فوق ال 50 55، فما تيجي بتنزلي عن كده بتنزلي على حسب كل مرحله او الايكويشن انها بتتعمل. في ناس فعلا بتقولي انا ما بحبش الميه ما بطقهاش، دي طيب حقيقة. انا على الاقل ايه الحل بقى مع الناس؟ انا على الاقل يبقى عندي 600 مللي ل 800 مللي ميه، يعني انا لو المعدل اللي محتاجه اشربه 2 لتر فيبقى على الاقل 600 مللي ل 800 مللي ميه، اللي هي الازازه الصغيره اللي هي دي 600 بتكفي في اليوم؟ ما انت هتكملي سوائل بقى، هتكملي إيه عصير، هتكملي شوربه، هتكملي الزبادي على فكره ده بيحتسب من السوائل، يعني احنا حتى العيانين اللي في المستشفى لما نيجي نظبط السوائل بتاعتهم بنحسب الجلي والزبادي من مكونات الميه السوائل. حلو ده. الاكل او الفاكهه اللي بتحتوي على الميه، الشمام والبطيخ والحاجات دي كلها، او يعني الخضار زي الكوسه برضو اللي ابتديت بالزبط. بيها الحلقه النهارده. الفكره انك تدخلي في يومه اللي يكفي لي الميه بالمعدل ده عشان اضمن انه ما يتعرضش للجفاف. بحسبها وبشوفها على حسب اذا كان هو كمان بيلعب رياضه ولا لا، لانه لما هيجي يلعب رياضه هو غصب عنه لازم هيعطش ويشرب ميه، فانا مطمنه ان وقت لعب الرياضه انا اوفر له بس الميه، لكن ما دون ذلك لو هو بيغلبني نحط عصاير، نحط سوائل تانية ننوع فيها، ما بيبقاش فيها اي مشكله بالنسبه للمرحله دي. تمام. طيب احنا تمام كده، احنا هنروح لفاصل، وبعد الفاصل انا بس عشان الناس لو عندها اي سؤال بخصوص، احنا هنكمل لسه المراحل العمريه، هنتكلم عن سن المراهقة، لأن برضو سن المراهقة يعني يعتبر برضو الجامعة وكده برضو بياخدوا وقت في بره البيت، وإن هما بيذاكروا وتأثير المذاكرة والكلام ده كله أكيد بيأثر عليهم جدا جدا، وبرضو تلاقي برضو إن هما بيحبوا مثلا حتة إن هما يشربوا قهوة أو يشربوا عشان يفوقوا، صح، والكلام ده كله والمنبهات. هنتكلم في حتة مهمة جدا جدا، هو ان المنبهات دي مش من الحاجات اللي فعلا بتساعد على الارتواء، او ما تحسبش من المية، صح كده؟
فيها قولان. فيها قولان، عشان كده في حاجات كده مهمة لازم نفهمها كويس جدا. وبالنسبة برضو لكبار السن، كبار ده مهم السن جدا. كتير اعرف برضو ما بيحبوش يشربوا خالص خالص، يعني ممكن اليوم كله يبقى كوباية المية دي قدامهم ده ومش حقيقي. عايزين ان هم يشربوها بالعافية. صح، ببقى مستغربة بصراحة ان هم وصلوا السن ده ازاي ومش بيستحملوا يشربوا كوباية تعود، مية. عشان ما تعودوش طول حياتهم، مش هتلاقيه فجأة بقى كده. ما انا بقول لك دي مايند سيت او تعود. انا ما تعودتش من بدري، فبالتالي انا هوصل لمرحله انه وانا بكبر لا، ما هو ده الطبيعي، ما انا جسمي هيبدا يتعود انه ما بياخدش غير شويه دول. ده بجد يعني الجسم فعلا ممكن يتعود ان هو ما ياخدش غير شوية مية؟ طب اكيد عنده اعراض جانبية، يعني ده اكيد في بيبقى عنده حاجة. اعراض جانبيه وعنده حاجات تانية، ونبدا بقى نعمل جوله مع الدكاتره في حاجات تانية لتخصصات تانية. بس هقول لك انه في حاجه دايما بيشتكوا منها، انا لو شربت ميه هدخل الحمام. ما هي الفكره ليه؟ لان الجسم اتعود انه يشبع بحوالي 300 مللي وما يشربش اكتر من كده. لما تبداي تيجي تعملي الكوركشن، فهو كل ما يزيد عن ال 300 بيخرجه بدري بره، سوري، بيخرجه بره الجسم في اليورين. فانت دلوقتي بتاخدي الموضوع تعود، عشان ابدا اخلي الجسم يرجع يستفيد معايا شويه بشويه، لازم هتتحمل معايا شويه ان الجسم يرجع يتعود معاك انه ياخد مره 300، هيستفيد من 400، هيستفيد من 500، لغايه لما نكبر كده ونعلى لغايه ما نوصل لتر ونص واللترين، تبقى انت بتشرب ما بتطلعش غير القدر الطبيعي. انا اول مره اسمع المعلومه دي، ان شفتي؟ الجسم بيتعود واحدة واحدة على الكميات. بتعوديه وانت كده بتتعبيه. ما انا زي ما انا بقول لحضرتك، ربنا سبحانه وتعالى مدينا ملكة ان كل خلية في الجسم عمرها ما هتقف غير بنهاية العمر. فانت طول العمر هو شغال، بس الكفاءة هي اللي بتتدهور. فانت مقدار تركيزك مثلا هيبدأ يقل، هتبداي انت تحطي الموضوع ده لسبب ايه؟ عندي مشاكل كتير، عندي مشاغل، اصل النهارده ما نمتش كويس. لا، هو انت تشربيش ميه كويس، ايوه. بكره هتبصي تلاقي التركيز اقل، المود مش مظبط، هتبصي تلاقي انك بتهمدي. كلنا بدون استثناء بنبدا نحط الاعذار دي لحاجات تانية، مع ان الاولى ان انا ابص للميه. طبعا انا ما بستثنيش اي حاجه من الحاجات التانية، بس اللي انا عايزه اقوله ان التعود من بدري على ان الخليه بتاعتك تبقى اوريدي مصحصحه كده وعارفه مبطبطه زي ما بيتقال كده، يعني واخده الميه بتاعتها كافيه، بيخلي انه نسب التدهور او نسب المشاكل الصحيه اقل بكتير على مدى العمر. طيب هنطلع فاصل عشان لازم اشرب بصراحه، مش قادره يا جماعه، لازم اشرب. نروح فاصل ونرجع نكمل مع بعض. من الفاصل، معلش يا جماعه طلعنا فاصل عشان كنت عطشانه جدا. واضح ان عندي، ما دام وصلت لمرحله العطش بالشكل ده وحاساه، اظن يا دكتوره ده معناه الارم، يعني جسمي وصل لمرحله وحشه جدا. انت وصلتي يعني. مش عارف، اصل معنى الواحد يبقى عطشان قوي ده معناه كارثه، ده معنى الجسم يعني في حاله نقص ميه فظيعه، ان الجسم يحس بالعطش. انتوا متخيلين انا ازاي وصلت للمرحله دي؟ مش فاهمه. خلي بال حضرتك، انت في شغل وفي اضاءه، الإضاءة دي هيت، معدل التبخير اللي بيحصل غير العرق، يعني معدل التبخير اللي بيطلع من على الجلد عندنا ده في الصيف بيوصل من 500 ل 700 مللي رقم، وفي الشتاء من 250 ل 500، اللي هو كده احنا يوميا يعني قرب النص، حوالي نص لتر في اليوم عرق في الصيف. أوه. طب لو جينا بقى دخلنا في الاكسرسايز والناس بدأت بتعمل رياضة، على حسب يعني الوان اور، الساعة الواحدة ممكن تخليكي تفقدي من 500 مللي ل 2 لتر. يا نهار عرق بتبخير. يعني بصي انت قد ايه بقى محتاجه انك تبقي معوضه، ومحتاجه تبقي متعوده انك بتشربي. عشان كده احلى احساس لما الواحد يرجع من الجيم ويطلع على الميزان، الله 2 كيلو ناقصين مره واحده، عاده ما حصلتش، وهي ميه اصلا الواحد يشربها في ثانيه رجعت. صح صح، الناس بتبقى مثلت بالموضوع ده انها تفتكر انها خست. هي الفكره ان لا، هي الميه، احنا الخسسان مش بده. طيب عايزين نخش بقى في حته نفهم قصه الطلبه اللي في الجامعه وشرب الكافيه كتير والشاي، فهميني بقى تاني. كنت بتقولي، لان انا بصراحه في دراستي هو ان القهوه والشاي الكوبايه اللي بنشربها من هنا كان احنا ما شربناهاش، بتنزل على طول لان الكافيين بيطرد الميه. اشرحي لنا بقى الابحاث الجديده بتقول ايه. بصي، ماده الكافيين بتساعد انها تعمل ادرار للبول،
خلاص هو ده اللي متعرف عليه. كان قبل كده المعروف بانه الفتره الكميه اللي بتتشرب من الكافيين سواء شاي او قهوه بتخلي نسبه ادرار البول عاليه، فبتطلع نفس الكميه اللي دخلت. الدراسات الجديده بتقول لك انه هو لو انا زي ما احنا كنا بنتكلم قبل كده انه في ناس ما بتحبش تشرب الميه، طب ما انا هعوضها بقيه السوائل ازاي؟ لا انا ممكن ادخل لهم الشاي وادخل لهم القهوه ولكن بقدر، هي بتعمل نسبه ادرار للبول صحيح ولكن هي ما بتعملش كتير، يعني النسبه مش نسبه انه واحده بتساوي واحده قصادها، لا لكن هي بتعمل اضرار للبول، فهي بتديني مع الاملاح اللي اوريدي بتبقى اترسبت جوايا او مع بقيه الحاجات اللي انا ممكن اكون باخدها برضو بتسبب اضرار للبول، يقوم مزود خروج الميه. علشان كده احنا بنقول انه شرب الكافيين الكافي يعني القهوه كقهوه والشاي ما تقباش بكم زياده، يعني فنجانين قهوه في اليوم ده كويس قوي، لكن علشان ان انا اخد زي ما بعض مثلا بعض الطلبه افاجئ بانه 5 6 7 مجات قهوه، لا احنا بنخش كده في مشكله تانية خالص، دي مشكله طرد كالسيوم بقى ونشط عظام شويه حاجات تانية والبي اتش بيتلخبط لا ونلعب ضربات القلب وحاجات من دي يعني حاجات كتيره جدا. بس ما يعتمدش على القهوه لا. انها مشروب لا لا تمام، يبقى احنا لا. متفقين في الحته دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تدخل معايا ولو استخدمتها هيتحسب مع الاتنين 3 لتر اللي احنا اوريدي محتاجينهم يوميا. طيب كويس حلو، يعني مش وحش الحبايتين اللي بنشربهم دول يحسبوا ميه. حلو طيب خلينا نكمل. تنصحي ايه لطلبة الجامعة اللي عايزة تذاكر وتركز كويس بصي الجلوبال وورمينج اللي حصل في الفترات السنوات الاخرانية خصوصا احنا في بلدنا بقت نسبة الحرارة عالية، نسبة يعني دخول الشتاء عندنا بتحسي انه بيتأخر والصيف بيطول وحاجات من دي وخلل درجات الحرارة، لازم نبدأ نتعود من دلوقتي على شرب المية، ولازم نعرف ان احنا علشان نخلي الوظائف الحيوية بتاعة المخ بالدرجة الأولى والتركيز والقلب سليمة يبقى انا لازم نسبة شرب المية كبداية تبقى عندي. ليه؟ أنا موجودة برة في المحاضرات أو في السكاشن في المواصلات، مجهود التفكير، التفكير ده في حد ذاته ده طاقة وبتحرق. بتتأكدوا يا جماعة على فكرة يعني المعلومة دي معلش أقولها بالمرة، من الحاجات اللي بتساعد على الحرق كده مش التفكير بس، الضحك طلع بيساعد جدا على الحرق، تخيلوا يعني يقعدوا يضحكوا بدل ما ترقصوا يقعدوا يضحكوا هتعرقوا قد كده، بجد فظيعة المعلومة دي. ما انت يرقصوا فيعرقوا فتبدأ تقل نسبة المية فيشربوا فده كويس. فلانه اول اعراض هتبدا تبان هبوط الضغط، بتبصي تلاقي اصلا ضغطها واطي، كلمه ضغطها واطي دي انا ما ينفعش يبقى ده عندي حاجه، اصل الطبيعي بتاعها ضغطها واطي، ايوه ما هو انا ما ظبطتوش من الاول. ضغطها واطي ليه؟ يا ما بناكلش كويس وبنشرب كويس يا ما في عندي مشكله. طيب احنا ما نبص بقى على طريقه التغذيه، هنبص نلاقي لا ما بنشربش سوائل كافيه اللي بالقدر اللي الجسم عايزه. لو بدأنا من دلوقتي احنا لما نيجي نوصل لمرحلة كبار السن اللي بيحصل فيها المشاكل الكبيرة مش هأفاجأ بقى بالجد والجدة او الام والاب اللي على مراحل متقدمة بان هو مش قادر يشرب الا كوباية مية في اليوم وهو ده اللي متعود عليه، عنده مشاكل كلى او عنده مشاكل المشاكل دي بتبدأ لك حتى من بدري. يعني انت عندك ال 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 شرب المية عشان برضو تبقي عارفة للمرحلة دي، لان دي المرحلة اللي بيبقوا بندور على الويت لاس وبندور على الجيم والحاجات دي وبتاع. انت عارفه انك لما تشربي كوبايتين ميه قبل الوجبه، يعني في ستاديز من ماي كلينك انك لو شربتي بما يوازي من 400 ل 500 مللي كوبايتين ميه قبل كل وجبه على مدى 12 اسبوع انت بتخسري اراوند 30% من وزنك. يعني حتى الستاندرد في اني انا عايزه اخس انا ممكن من الميه، عشان تعرفي هي برضو الفايدة عندي بتعمل ايه، مش مجرد بس ان انا بحافظ على الضغط واحمي نفسي من الامراض، انا بحافظ على وزني حتى ايفن. طبعا ده بروفايدد ان انا باخد الاكل هيلثي او كويس او اكل متوازن، يعني مش الاكل اللي هو الجنك والحاجات دي. صح، هي شرب المية بتساعد على رفع الحرق بالظبط، وبالذات كمان لو مية فيها تلج لان الجسم بيحارب عشان يدفي نفسه تاني فبيحرق سعرات اكتر بالظبط. فكل ده بيحفظ من انه انا ما يجيليش نوبات ان انا يجيلي اغماءات مثلا او هبوط في الضغط او عدم تركيز او صداع او التهاب في مجرى البول. لان انت احيانا كتير التهابات المسالك البوليه بتبقى نتيجه التركيز بتاع اليورين البول، نتيجه انك ما بتشربش ميه كويس، فده بينفايت البكتيريا
تبصي تلاقي ان يعني احنا من اول حاجات لما بيبدا فيه الاعراض بتاعه حرقان البول بنقول ايه؟ اشرب ميه كتير، اشرب سوائل كتير، ضخ ضخ للكلى. فدي فيما يخص حتى المرحله يعرفها ازاي؟ كل التحديدية. واحد يشوف البول بتاعه لونه ايه، لقيته لونه غير الاصفر فاتح برافو عليكي، صح، قرب الشفاف، اعرفوا ان انتوا داخلين في ايه، في عطش او نقص ميه في في الجسم. كل مشكله. ما تصفر تغمق 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 كل ما تبقى كارثه. معانا تليفون. الو الو يا الو، قطع. طيب خلينا نكمل. طيب نخش بقى في حتة بقى الحوامل وقصة المية معاهم، احكي لنا. مشكلة الحوامل ان هم متخيلين ان البيبي ده هو متأثر بيهم. لو مش هيتأثر بيهم هياخد حقه تالت ومتلت. يعني اكلتي ما اكلتيش، شربتي ما شربتيش، بنسبة كبيرة هو هياخد حقه تالت ومتلت من كل حاجة، املاح ومعادن ومية وبتاع وكل حاجة. بمعنى ان هو بيسحب من السورس. يعني انت مثلا قعدتي اول 3 شهور ولا 4 شهور عماله ترجعي بس ما بتاكليش اصلا، البيبي بياخد من اساس المخزون جسمك. بالظبط، هو ده اللي بيحصل، ان البيبي هيبدا ياخد من اللي انت بتاخديه. طيب انت بدا اللي داخل قليل، هيبدا ياخد من اللي مخزون عندك وهيسحب وهيسحب، انت اللي هتبداي تتاثري وتتعبي. ولو وصلتي لمراحل عليا في المشاكل الصحيه هيبدا يتاثر عليه. طب في الحاله دي انت بتبصي تلاقي الام عندها مشاكل مثلا في الدوره الدمويه، الحامل معروف انها ممكن يجي لها نسبة التجلط تبقى عالية لو ما كانتش انها متابعة في الحتة دي، نتيجة الضغط على الشرايين والأوردة اللي هي بسبب كبر الرحم والحاجات دي. طيب ما هو انا محتاجة الفلويدز، محتاجة السوائل علشان اخلي الدورة الدموية شغالة دايما بنشاط وشغالة بطريقة صحية، محتاجة الفلويدز علشان العضلات نفسها ما تبقاش ناشفة، تبقى يعني مبطبطة طرية، وهي بتشتغل يبقى في حيوية عشان الصحة بتاعت الأم نفسها يبقى فيها حيوية. مجرى البول دايما حوامل كتير جدا بيجي لهم إصابات بأن هما التهابات في المسالك البولية أو التهاب في مجرى البول، نقص شرب المية بيزود الموضوع بزيادة. طيب ما هو إحنا عايزين صحة البيبي وصحة الأم، لأنك أنت هتولد الأم هتخشي على الرضاعة على طول، هو برضه هياخد حقه تالت ومتلت، لكن ده أنت لو الرضاعة بالذات بقى من 3 ل 6 لتر، صح؟ بالظبط تلاتة بالظبط. لستة لا لتر ده يعني ده 6 ازايز قدامكم كده. ده يعني ده انت بتتكلمي في متوسط، وبعدين احسبي بقى الوزن بتاع الام ولا البيبي ولا توأم ولا ايه، يعني انت كل حاجه وليها المرحله بتاعتها. لكن هي الفكره انت هتلاقي نفسك طالعه من الحمل تعبانه، داخله على ميشن تانية اكبر بكتير من الحمل، بتستنزف منك اكتر. المرحله دي هي من المراحل اللي بتوقع صحه الام جدا، هي بتبقى طالعه تعبانه ومش معوضه وداخله على الرضاعه. طيب وبعدين، وده من الحاجات اللي بنخلي يعني بنلاحظ فيها ان اضرار اللبن في الام. بيقول لك يعني واحده مثلا تيجي تقول لك ده قليل ما بيشبعش البيبي، ما احنا ما ظبطناش من بدري. بس يعني بجد معلومات جميلة جدا جدا، بس أنا حابة أرجع لسه لحتة كبار السن. كبار السن إيه الأعراض اللي بيشوفوها غير الكلى والمثانة وحرقان المثانة؟ انا عايزه اقول لحضرتك انه ما تستغربيش ان انا بشوف حالات بتجيلي على المستشفى، نحولها على المستشفى، اضطراب في الوعي، اشتباه في جلطه رسمي، يعني اللسان اتعوج شويه، درجه الوعي انتهت، او بقى فيه ياه، هالوسينيشنز بس عشان نقص ميه؟ ونفاجئ. بصي احنا بناخد الحاله ونبدا بقى نعمل الفحوصات، انت عارفه يعني احنا في طب الاسره لازم اعمل الفحوصات المبدئيه سريعا علشان احدد بالظبط ايه الاعراض اللي موجوده، وبالتالي استدعي ليها الفريق الطبي اللي هيتعمل، يعني دكتور مخ واعصاب ولا قلب ولا مخ واعصاب وقلب وكلى. فبنيجي بنفاجئ كتير جدا ان الموضوع عباره عن جفاف، مجرد ما نعلق المحاليل بيبدا يفوق. طبعا احنا بنعمل فحوصات ايه، المخ بقى والرنين والسي تي والحاجات دي يخش كلها في وبتاع، قصة خش في كبيرة. قصه تانية، ما انت لازم تلحقي لان انت بتسابقي الزمن، تفاجئي ان كل ده نتائج طبيعيه. تبداي تشوفي بقى وظائف الكلى والكبد، وتبداي تشوفي مكونات الجسم من الاملاح، تلاقي وظائف الكلى والكبد عاليه نتيجه الجفاف، وتبداي تشوفي انه ده الحاله دي هي حاله نتيجه جفاف حاد، نبدا نعلق المحاليل يبدا يفوق، هو داخلي باعراض جلطه. دي بشوفها كتير جدا صيف وشتاء بالنسبة لكبار السن. ليه؟ لأنه
الاهل بيبقوا خدوا على، وانا عارفه انا بعذر الاهل طبعا في حاجات كتير، انه كل ما مراحل العمر بتتقدم كل ما بيبقى صعب انك تجبري الفرد الكبير عندك في البيت على حاجه، لان زي هم الصغير الحساسيه يعني، بتبقى صعب تكبري الصغير، صعب تكبري هم الكبير، يبقوا زي الاطفال. الكبار بيرجعوا تاني صغيرين. اكزاكتلي، هم بيرجعوا زي الصغيرين، وفي نفس الوقت دول الكبار بتوعنا، فانت هتقدري تكبريه ازاي؟ انت هتحاولي تحاوليه، بس في نفس الوقت ده الكبير. هو ده نتيجه ان احنا ما شربناش من بدري. عشان كده انا برجع وبنادي وبقول ايه، نبدا من الاول يتعود من هو صغير، هيوصل للمراحل دي متعود. لكن احنا لما نيجي نوصل مثلا انه بقالنا شهر شهرين، طب بنشرب معدل ميه قد ايه؟ يقولوا لي كوبايه. طب ما هو بيصفي، ما هي الكلى بتطلع يورين يوميا، انت الكلى هتقعد شغاله وبتطلع لك البول اللي بيخرج بالسموم من الجسم يوميا. هو بيخرج من هنا وما فيش عندك داخل يعوض، هتبدا الخلايا تنشف 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 لغايه ما توصل اول حاجه تاثر فيها على المخ وتهبط لك الضغط. يوم الدم ما يوصلش للمخ كويس، لما يوصلش الدم للمخ كويس احنا بندخل في اعراض جلطه. انا ما عنديش جلطه فعليا، انا عندي جفاف. طب لو ده استمر مده اطول، الكلى ليها قدره تتحملها، بعد كده هتعمل مشكله وتعمل حاجه اسمها شت داون، اللي هو يبقى مريض كلى مزمن، يعني تبقى وظايف الكلى بصفه مستمره عاليه، اللي بيها ان انت هتضطري بقى تعالجي الكلى من المشاكل اللي هي فيها. الموضوع سهل جدا. انا اول ما الاقي حد من الكبار عندي في البيت بدا يحصل اضطراب في الوعي، قيس ضغط، قيس سكر، واعمل تحليل دم يبقى فيه وظايف الكلى كامله، هتعرف ان الموضوع ممكن يبقى الف عباره عن ميه بس، سوائل مش اكتر. طب هل في مشروبات بديله للميه للناس عامه ما بتحبش الميه، زي مثلا ينسون؟ يعني لو اليانسون مثلا اتعمل كده ازازه كده ومتحليه بشويه عسل مثلا، او هل تجوز كمشروب؟ اي سوائل تتحط، المهم انها ما تبقاش لا بروسست ولا تبقى من الحاجات اللي هي الصودا والحاجات يعني اللي مش هي حاجات مشروبات مصنعه ومش حاجات مصنعه. في علب يعني بالظبط، عامه. يعني ينسون، نعناع، بردقوش، مورينجا، وريفر، انت لو مش ما هي دي عباره عن ميه وانت حاطه عليها العشب ده، انا ما عنديش مشكله في الكلام ده كله، نوع. تعرفي بره بقى بيعملوا ايه؟ في المانيا بالذات بيعملوا حاجه اسمها ابفل شال، يعني بيجيبوا عصير التفاح البيور مثلا اللي هو نقي، والنقي نقي تمام، بيبقى معصور نقي، وبيحطوا كملوا عليه يعني لو حاطين تلت كوبايه تلتين ميه خلاص، ويشربوها دايما. تطلب دي دايما في اي جدا. مكان بره، عمرهم ما يشربوا عصير كده، قليل قوي لما يشربوا عصير كده، لا دايما تلت عصير عليه، وعصير مش بسكر طازه، وعليه تلتين ميه، اسمه دايما شعله. في منه بقى انواع فاكهه مش ابل شعله بس، ممكن اي فاكهه. هو بيحافظ تانية. بالطريقه دي بيحافظ على ان كميه السوائل بيبقى داخل فيها ميه اكتر. هو برضو هو بيحافظ على صحته. انا عايز التيست بتاع التفاح بس احط عليها الميه علشان انا برضو امن ان انا دخول السوائل عندي بالزبط. يبقى متوازن. حضرتك نورتيني بجد، بشكرك جدا جدا على المعلومات. ميرسي ليكي، وميرسي على الموضوع اللي فعلا فعلا حيوي، وفعلا يعني احب انه يبقى موجود في كل بيت والناس تهتم بيه، ومن خلالك ده معناه انه هيدخل كل بيت ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا، نورتيني. ميرسي ليكي. شكرا. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، الوصفات والنصايح. هشوفكم بكرة على هوا إن شاء الله على خير. باي باي.